يعطيكم العافية يا شباب. ويلكم ويلكم ويلكم. تجهيز لرحلتنا مالت اليوم كافي صيار. وجبة الغداء إن شاء الله. أشوف بطلنا هذا العبد. ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا شباب ما شاء الله. هذا شاليه عيال عمتي. شوف مطرات. ما شاء الله خوش جو. جو حلو. حاليا انتظار طرات لمايين ونشيل الشغل ونبلش رحلتنا ان شاء الله. عاش الشباب عاش. المدر هذه بمكان امن اول شيء. فيها تلفوناتنا واغراضنا. عاش عاش عاش. سلوم تعال شيل منهم الاغراض. هذه زولية البحر يسمونها. في دوانية البحر وفي زولية البحر اللي هي هذه. الدوانية اللي تصير تفخ يمكن صورناها اكثر شيء بستوري انستغرام وسناب بس ما صورناها حق اليوتيوب. صورها ان شاء الله وقت ثاني. اما الزولية تصير بالشكل هذا. شوف شباب. يا هلا يا هلا يا هلا. عاشوا عاشوا عاشوا. قواهم الله قواهم الله قواهم الله. طبعا هذا كله التحكم اللي هو بالطراد. اجهزه الملاحه اللي عندنا هنا وجهاز الجارمن البحري. وعندنا الايباد. بما اني انا احب الايباد ودائما استخدمه حق البر ونوريكم الخرائط البريه كذلك في برامج متخصصه للبرامج البحريه. اول شيء نبي نسولف عن قاعده التثبيت رام ماونت. ها رام ماونت هذه من اشهر الماركات حق حلول القواعد اذا تثبتهم بالسياره بطراد باي كان. هذه الماركه اكتب لكم اياها. وني البرنامج عندنا تنزل البرنامج نفسه تشتري فيه الخرائط على حسب الدوله اللي انت فيها. مثلا تشتري مالت الشرق الاوسط يعطيك كل دول الدول العربيه تقريبا. الخرائط البحريه تختلف عن الخرائط البريه نوعا ما. تهتم اكثر شيء بالاشياء البحريه اللي هي تعطيك الرقوق اللي هو الاماكن اللي فيها المايه تكون طايحه والاماكن العميقه. وتفيدك وايد اذا كنت بتروح صوب الجزر او اذا طلع لك بمكان فيه رق نفس ما صورنا بالحلقات السابقه. الحاله تكون بنص البحر ارض مرتفعه فيبين لك الجي بي اس ان هني في مكان خطر. كذلك يطلع لك الاشياب اللي هم بالبحر هذول العواميد يسمونهم شيب يبينون وياك بالبرنامج. ما شاء الله شغل عدل. وتقدر تضغط باي مكان يبين لك العمق بوينت بعد يا اخي نقاط البحر حق تشغيل. ممتاز. هاي سرعتنا. وشو الاستخدام الثاني له الايباد؟ فيديوهات. على فيديوهاتك اقعد. هم تقدر تشبكه على المسجله وتشغل اذا تبي تسمع شيء هم عن طريق الايباد. يا هلا بالشباب. عاشوا عاشوا عاشوا. عبد هلا حبيب. سلم سلام والعبد. عاشوا الشباب عاشوا. جزيرة شوفوا اللون.
العب تحت الماي هني، هذه كلها تطلع يصير رمل هني، لما تصعد الماية اعلى مد نقدر نطوف، ولكن اهم لازم تدير بالك. شوف هناك شلون طالع مضرب الماي، لو تلاحظون في شيء ابيض هناك، هناك بلشت تطلع، وهني هذا البايعها هناك تبون تبون صوب اليال هني. طبعا الطريقه الصحيحه انك تلف من ورا وتجي، ما تعبر شيء دايركت القصار. مكاننا بطل ثوانية أو شيء. يا سلام. اليوم لازم ما تعرف لا تحاتي. لحظة برسلك لوكيشن. يا هلا يا هلا يا هلا. اي سلام. هلا والله. شنو شعورك بعد ما طلعت البيت واول طلعت بحر؟ لا شوفتكم من بعض. شوفتنا طبعا كان بلمنا، بس قلت له تباعد واخر لا تسلم علي من بعيد. من بعيد لبعيد تباعد بس احنا بعاد عن بعض. اي بس لا تجسني لا تجسني بدون اللمس بس نشوف بعض. هذا طالع من غايص يا معود. اي وين غص داخل انت؟ ادور نظاره. يوسف يا ادم، بما انك الحين انت 3 شهور قاعد بالبيت. نعم نعم. غرقنا. لحظه، عطني شعورك مع اول طلعه. اول يوم اجازه صدق بعد المدرسه. نعم. ثلاث شهور قاعد بالبيت ما طلعت. ها ما طلع من غرفته مو من البيت. امبارح راح المطبخ مره صور. شوف حالاتها ما شاء الله ما شاء الله. لا بس عطى شوي واربط هناك. إذا طاحت الماية بعد شوي راح تطلع الرملة تصير فوق، تصير نفس جزيرة. شوفوا الماية ما شاء الله. ولا وايد جرة. البحر الأحمر بعد شوي. شوفوا لوين وصلت الماية. قام الربع يسمعون شي بيدهم بس. هناك طراد. يا شباب لا عجز ثاني. تباعد تباعد. اركض عليه. شوف الطراريد ما شاء الله بلشوا يجون بعد تنطر عليهم يتجمعون اكثر ما شاء الله. تباعد تباعد. مايه سالم لا تأذي اخوي. يا سلام يا سلام يا سلام. رحنا ما كملت. راح الخراب راح راح الخراب. شوف وين وصلها. والحين فقرة الشوي. يعطيهم العافية الشباب. شوف يا سلام يا سلام. هذا غدانا هني. جواهم الله جواهم الله. شوف شوف الاجواء الدوليه. يا سلام يا سلام. جواهم الله جواهم الله ما شاء الله. ايوه يا ايوه. تقولون شلون برجر بالبر؟ البرجر هني بالبحر يا حبيبي. ولا ايش رايك؟ شوف هني المشري. قاعد تاكل مايونيز؟ لا لا قاعد ابطل قاعد ابطل. وهني باقي الشباب.
الغداء اندر بروسيسنج. نعم 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 نعم. شواية هني طاولة. بالعافية بالعافية بالعافية. يلا يا شباب طاح الغداء طاح الغداء. ارحبوا ارحبوا. ايوه يا ايوه. بالعافية يا يوسف. بالعافية. بالعافية السلام. بالعافية. اشوف هذه هلبينو. شوفها بالهلبينو. هنا عندنا عندنا الكفتة. ايوه. وهني العبود مزت شوفه. العبود. ايوه. ايوه. اشكر جهودك النبيل. بالعافية بالعافية. الله يعافيك. وانت شنو وضعك شي تاكل عند الرج؟ قول بس قاعد انطر. قدم بما ان الماية قاعد تطيح. يا سلام محارة البحر. هذه فيها لول فيها الدارك. ها فيها الدارك. ايوه ايوه. بس ردها بحر ردها بحر على سطحتك. ايش زياده شو صار عمالي دعمتك. في مكان في مكان يا مازن. ارحبوا ارحبوا. لا لا انت لا انت لا انت لا. قوي 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 ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. تم الوصول الى الشاليه ولله الحمد. الحمد لله على السلامه يا شباب. قواك الله يا ابو سليمان. عاش عاش شباب عاش عاش عاش. شوفوا حتى الايباد مال الطراد في ببجي. سلام الله يحفظك درب السلامة. سلامة بالسلامة. سامع على الكسور. انتبه في الدرب يا طيب. ايه ماي بارد بارد. عملية تنظيف هني نفس ما ننظف البر كذلك هم شغل البحر. لازم ما تقط ولا قرطاس برا. كل شغلك يكون وياك تحط اما بتشيس او عزكم الله اذا كان عندك زبالة صغيرة بالطراد. بعدها لو خذيت لي رديت الشاليه او وصلت المرسى تقط زبالتك عزكم الله في مكان مخصص لها. ومن هنا انتهت رحلتنا لهذا اليوم. رحلتنا كانت جميلة والله الحمد استمتعنا فيها
وايد خاصة اليوم إن طلعنا مبكر أساس الشباب يمديهم يردون ديرة قبل وقت المنع اللي هو وقت الحظر عشان يوصلون بيوتهم. أتمنى استمتعتوا ويانا، لا تنسون الاشتراك بالقناة حق اللي مشتركين ولايك وكومنت تفعيل الجرس. كان معكم أخوكم فهد بن حسين، مع السلامة.